فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أنكم أثنيتم على كتاب السراج الوهاج في الصحيح المنهاج لأبي الحسن المصري؟ كيف؟ يقول: هل صحيح أنكم أثنيتم على كتاب السراج الوهاج في الصحيح المنهاج؟ ما المنهاج؟ هكذا هذه أول مرة أسمعه، فكيف أثني عليه؟ هذه والله أول مرة أسمعه. السراج الوهاج أنا خبره الصديق حسن خان شرح على صحيح مسلم ابن الحجاج، هذا الذي أعرفه. السراج الوهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، أما هذا ما الله ما أعرف ولا أدري. لكن الكذب اليوم ميسور، كذب والافتراء ميسور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نصدق أي مقالة لي ولا لغيري حتى يأتي القائل بكتابة المنسوب إليه أو بصوته بالشريط، إما بكتابه حرفيا وتوقيعه على ذلك، وإما بصوته في شريط، مع أن الصوت أيضا يقلد، لكن ما يخالف، أنت سامح، كل إن يعرف صوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذا سؤالهم كثير. على كل حال لا تصدق الشائعات، ترى الكذب اليوم كثير، والإيقاع بين أهل العلم كثير، والتحريش كثير، احذروا من هذا. نعم.